من رئاسة الجمهورية إلى قصر الديمقراطية، حيث استقبل ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي كل من المدير العام لشركة إيسول البترولية ورئيس الإداري للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين والبلاد في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. تقرير حليمة السعدي يعقوب. في إطار التعاون المشترك بين الجمعية الوطنية وشركاء التنمية في البلاد، استقبل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي بمكتبه المدير العام لشركة إيسوتشات البترولية كريستين لوتوبيل. وخلال مقابلته مع رئيس الجمعية الوطنية، تبادل الطرفان حول سبل تعزيز الأمل في تطوير نشاطات الشركة البترولية إيسو. وفور خروجه من المقابلة، المدير العام للشركة صرح للصحافة الوطنية جميع التدابير والتوصيات التي تنصب في تطوير الشركة في مختلف مجالات التنمية. كما استقبل أيضا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي الوفد الزائر على رأسهم الرئيس الإداري للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية ريني أوبام. وكانت هذه المقابلة استمرت قرابة ساعة لتبادل الآراء والأفكار حول التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية، حسب توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للوزراء على الاهتمام بالمشاريع الخاصة للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية. عقد مساء أمس بفندق راديسون الوزراء المكلفين بكل من الاقتصاد، التخطيط، الزراعة، استصلاح الأراضي، اجتماع عمل مع ممثل البنك، ممثل البلاد لدى البنك الإفريقي للتنمية، الذي جاء إلى البلاد مع وفد من خبراء البنك الإفريقي للتنمية. تقرير محمد عثمان بشير. يأتي هذا الاجتماع الذي عقده كل من الوزراء المكلفين بقطاعات الاقتصاد والتخطيط التنموي، الزراعة، المياه، الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، مع ممثل البلاد لدى البنك الإفريقي للتنمية أوبام لونغرين، الذي جاء إلى البلاد مع وفد رفيع يتكون من الخبراء في مجالات التنمية والتمويل بالبنك الأفريقي للتنمية، ذلك بغرض دراسة مختلف مشاريع التنمية التي ستمول فيما بعد من قبل البنك الأفريقي للتنمية. وقد قدمت تلك المشاريع المتعلقة بالزراعة، المياه، الإسكان والتمدن والثروة الحيوانية كلنا لحدة، على أن يتم دراسة تلك المشاريع تمهيدا لتمويلها من قبل مجلس إدارة المصرف الإفريقي مطلع الشهر المقبل. البنك الإفريقي للتنمية شريك مهم جدا مع تشاد، فالحمد لله المسؤول الإداري وممثل تشاد في البنك الإفريقي جاء إلى تشاد ليتابع ويقيم المشاريع أين وصلت. اجتمعنا وأي وزارة قدمت المشاريع التي وجدت دعم من قبل البنك الإفريقي للتنمية. إن مجمل النقاشات التي دارت بين ممثل البلاد لدى البنك الأفريقي للتنمية والوزراء المعنيين بقطاعات المشاريع التي تحتاج إلى تمويل من قبل المصرف الإفريقي، جعلت من ممثل البلاد لدى المصرف الإفريقي عن تفاعله من أن تجد تلك المشاريع دعما من قبل مجلس إدارة المصرف نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة. يذكر بأن تلك المشاريع المقدمة من قبل الوزراء المكلفين بتلك القطاعات الحيوية هي تلك المشاريع الواردة في مضامين الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021. قدم صباح اليوم رئيس اتحاد جمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن حديثا صحفيا ندد فيه الاتهامات الذي وصفها بالباطلة في شخص رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نتابع حديثه في ميكروفون زميل ابتسام موسى. لقد قام فخامته بالعمل أن جاد الدؤوب المخلص ونهض باقتصاد البلاد وجعل لها مكان سامي في وسط القارة الأفريقية، ولذلك استطاع أن يرفع من مستوى المعيشة للمواطن التشادي وتوفير الكثير من فرص العمل وتخفيض البطالة، وكذلك استطاع أن يستقل برؤيته وأن يكون لتشاد استقلال عن الدول القربية، مما جعلها تلقى بالتهم على فخامة الرئيس وتتهمه بالاستيلاء على بعض الأموال وهو منها بري. ومن هذا المنطلق فإن اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن يستنكر هذا الاتهام الباطل بشدة، ويقف خلف السيد الرئيس إدريس ديبي إتنو مداعماً ومسانداً حتى تستمر النهضة التي بدأها خاصة، وأن هذا الاتهام
لا يسيء إلى فخامة الرئيس فقط، بل يسيء إلى كل مواطن تشادي. نظمت صباح اليوم مفتشية التربية الوطنية وترقية المواطنة بأن جمعنا دورة تدريبية لصالح المعلمين بمجمع دنجيسو التعليمي، وذلك من أجل رفع كفاءة المعلمين. المناسبة كانت بمجمع بحر التعليمي الكائن بالدائرة الثامنة بحضور العديد من المشاركين بجانب مفتش التربية الوطنية بن جمانة. تقرير آدم حنفي فاضل. إن التعليم بمختلف مراحله يتطلب قدرات عالية من المعنيين به من أجل الحصول إلى أحسن ما يقدم لطلبة العلم، لذا نظمت مفتشية التربية الوطنية وترقية المواطنة من جمين أربعة هذه الدورة التدريبية، والتي مفادها رفع قدرات المعلمين بمجمع دنجيسو التعليمي بمختلف مراحله الثلاث. مفتش وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بن جمينة أربعة أبو بكر الصديق عبد الله تحدث عن أهمية هذه الدورة واهتمام مفتشية التربية الوطنية وترقية المواطنة تجاهها. إن مفتشية التربية الوطنية وترقية المواطنة المدينة بن جمينة أربعة وضعت خطة لتدريب وتقوية معلميها خلال، والإدارة كلها سيتم، كل هذا سيتم خلال الثلاث أيام. كما حس النائب البرلماني بالدائرة الثامنة عبد الله شواه المشاركين في هذه الدورة عن الاهتمام بها والحرص على ما يتلقونه من هذه الدورة من أجل العمل به على أرض الواقع. المدير العام لمجمع دنجيسو التعليمي سمبا محمد بشارة قدم شكره لمفتشية التربية الوطنية وطالبا من المشاركين في هذه الدورة الاستفادة منها خلال فترتها المحددة، ويشار إلى أن أعمال هذه الدورة ستستمر حتى 25 من شهر نوفمبر الجاري. نظم النظام الوطني للمهنيين في محاسبة المالية والميزانية دورة تدريبية لمصلحة العاملين في مجال المحاسبة المالية العامة بالإدارات المختلفة. المناسبة كان بحضور العديد من المعنيين بالمحاسبة. تقرير لدى زميل أحمد حنافي فاضل للمرة الثانية. البحث عن جودة سير أعمال الإدارة المالية والمحاسبة بتشاد هو ما دفع النظام الوطني للمهنيين في المحاسبة المالية بتنظيم هذه الورشة التدريبية، وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين في مجال محاسبة الأموال. ورشة جاءت في وقت تزامنت فيه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع وتشاد على وجه خاص. رئيس اللجنة المنظمة لهذا التدريب جان بول أشار في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة طالبا من المشاركين دوام الالتزام حتى يجد كل واحد من المشاركين نصيبه من هذا التدريب، وأضاف أن المؤسسات المالية بحاجة إلى مثل هذه التدريبات، وذلك من أجل تحسين العمل الحسابي في الإدارات المالية العامة والخاصة. ورشة يديرها مختصون بكيفية المحاسبة المالية يعملون في منظمة توفيق قانون الأعمال بإفريقيا أهادا. وفيما يتعلق عن المزيد من المعرفة لهذه الورشة، تحدث الرئيس النائب للجنة التدريب بهذه الورشة دايكوبي إريك عن أهميتها وأضاف: سون إكسلنس إدريس ديبي سيندا أنتونا إيزين لي نشوفو أنا إيكونومي أنا تشادا لي يمشي قدام. ويشار إلى أن هذه الورشة ستستمر لمدة 3 أيام متتالية بمشاركة أكثر من 60 مشاركا يعملون في المؤسسات المالية. قدم رئيس جمعية المجتمع المدني من أجل السلام والتنمية محمد المهدي بيانا صحفيا حول أهمية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة لدعم الاقتصاد الوطني. خلينا نقوم أجلنا شغلنا بترول شغل زي ما قلت شغل بيجو في كمي أنا تاني يعني أبتدي أنا من أنا عندي بالناس كل غادي نقدر نخدم ربي زراعة بس كذا ده شغل هو ما بيكمل وتراب أجينا أنا تاد ده يعني جزء تك تراب القبيل تتراب فوق ده يعني ما شغل بآخر تراب ده يعني تراب اللي زراعة يمشي فوق مرة دون شو أنا يعني يا تو أجينا لي أخواني الأوبراتير إيكونومي أنا يعني وصي أجينا أترافير لي أخواني جن خلينا ننقربوا قوي في فومات الزراعات الزراعات ده شغل كيف أعتقد ما في عليهم بلدان زي ما قلت أمريكا يعني الشين بلدان كبار كبار في العالم كله كيتطور بالزراعات ما نخلوني نجلي شغل أنا زراعات ما قلت أجلنا في بترول بترول هو بيجي بمشي كمان نفس الزمن وقت أنا أبغى بترول ما بمر عن 2003
تشاد جاي ايش كبي بالاجريكتير انا نعرف في عند طانا بوتنشال ما خلاص الدبوغ بوغو يعني جاي يكفي لنا فونكسيونير وما عندنا لنا اي صوبات عشان كرم نظر يعني قوي من بترول مرة اي نار قادرة في بترول 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 انت حتى انا شغل بكمل ما نكون اي وقت زي ما البريزيدان يكلم ده له فقرا شغلنا بدري والبريزيدان بدري يقول يعني يكلم يقول قال خلينا يعني ما بنسوق ما تنصرع الاجريكتير ما شغل الحنان هذا متواصل